ألف مبروك هذا التأهل. أتوقع كانت مباراة صعبة على الجانب البدني الفني النفسي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء أهدي الفوز للجهاز الفني والجهاز الطبي والجهاز الإداري وأخواني اللاعبين، وأهدي الوالدة والوالد لأخواني وللجمهور السعودي اللي كان يتابعنا، كان جدا داعمنا. الحمد لله، اللهم لك الحمد، قدرنا نسيطر على المباراة، قدرنا نهدأ رغم ظروف المباراة، قدرنا نسجل هدف. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله، إن شاء الله تأهلنا لدور الثمانية، وإن شاء الله باقي تأهل الأولمبياد بإذن الله يا رب. الآن كل مرة يلعب أمامك كظهير أيسر يلعب أمامك لاعب مختلف، مرة ينزل معك غريب، مرة سلولي، مرة هذا التناغم موجود ولا لسه قاعدين تتناغمون؟ هو تكتيك كابتن سعد، الكل ماشي عليه. فأي لاعب بيجي في هذا المكان، سواء مكان أو سواء مكان الطرف، راح يؤدي اللي نؤديه إحنا. كان في صعوبة بالكورة قبل الأخيرة، ما توصل المهاجمين سواء اللي من العمق أو حتى من الأطراف. متكتلين جدا سوريا، كانوا متكتلين لو تشوف الفريق كله في 18. فإحنا نوصل إلى هناك، بس صعب توصل الكرة للجول. كان في لك تسديدة برضه بغت تجي. الحمد لله عوافي، الحمد لله على كل حال. أسألك عن الأرضية بشكل أخير. سيئة جدا، ما ساعدتنا كثير. طيب المباراة الجاية قدام تايلاند ربع النهائي. والله يشوف كل مباراة وإحنا نحسب لها حساب. نجهز الحين، نجهز الأسبوع كامل إن شاء الله لمباراة تايلاند، الكل حادث حديث إن شاء الله في المباراة، إحنا جاهزين.